جاب تورتايه واحتفل بعيد ميلاد ماما. بس دايما في بلادنا بيبقى الوفاء ليه قيمه. احنا مش عايزين نبكيكي، احنا هو الكلام جميل بس يعني معلش. الحمد لله على كل حال، الحمد لله الحمد لله. دي الجمل اللي سمعناها كلنا واحنا رايحين بيوتنا، سمعناها من اب من ام بس ما شفناهاش. قليل قوي لما بتظهر قدامنا في بالشكل ده، قليل قوي لما بنفهم احنا ليه بنستحمل، ليه بنجمد، ليه بنقول لا احنا مش هنغلط، مش هننفصل، مش هنمشي كل واحد مننا في طريق، مش هنضيع ولادنا، مش هنهد بيوتنا. عشان ده، عشان في الاخر بيجي في موقف صعب بتبقى محتاج حد بجد جنبك، فبتميل عليه وتقول له انت اللي كنت جنبي. عشان في وقت من وقت من الدنيا كلها بتبقى في حواليك ساعات مشاعر موجوده، مش شرط تبقى غشاشه بس او كلامه خلاص بس، لا هي موجوده بس انت مالكش قيمه كبيره قوي عندهم. بتقولي لبناتك بابا ايه؟ بتحلمي لهم كده يوم ما يجي يطلعوا مع عرسانهم بقى. اولا طول الوقت هو بيقول لي ميرنا انا املي انك تتجوزي حد يحبك قد ما حبيته امك. طول الوقت هو بيقول لي ميرنا كده، بيدعي لها الدعوه دي. وطبعا ميرنا من مش بقى مهندس كبير ولا راجل مبسوط ولا خالص، لا انا عايز واحد يحبك يتقي الله فيكي ويحبك قد ما بحب امك، دي دعوته ليها على طول يعني. وانا طبعا طول الوقت هي عايشه معانا وشايفه حياتنا مع بعض شكلها ايه، احترامنا لبعض ازاي، انا بحترمه ازاي، بخليهم يتعاملوا مع بابا ازاي، يتعاملوا مع بابا باحترام. ولذلك هو صاحبهم كمان يعني، احنا في البيت هنا احنا الاربعه اصحاب يعني، انا مش مامتهم ولا هو باباهم وبنلعب مع بعض ويعني علاقتنا ببعض غير اي اسره تانية. ان البنات يخافوا من باباهم او يخبوا حاجه عليا او يخبوا حاجه عليه، لا احنا كتابنا مفتوح لبعض احنا الاربعه. ولذلك ميرنا تقول لي انا يعني نفسي لما اتجوز ربنا يكرمني بحد فعلا زي بابا ما بيقول يتقي الله فيا، معامله بس يعني، انا لا انا طالبه اكتر من كده ولا بابا ولا هي. اول ناس هنتكوا بالفيديو، اول تليفون جه لحضرتك بعد ما الفيديو نزل؟ والله انا اتفاجئت، انا لقيت الناس كتير قوي يعني اتصلوا بيا والف سلام عليك وايه اللي حصل ومش ايه اللي حصل. قلت لهم الحمد لله يعني اللي حصل كانسر زي اي حد جاله كانسر وربنا هو الشافي والمعافي وكده. فيعني كتير تليفون ورا تليفون ورا تليفون، لا وناس من سنين ما كناش نعرف عنهم حاجه فالفيديو يعني خلى الناس كلها عرفت ان انا بمر بازمه وابتدوا يتواصلوا معايا ويدعوا لي بالشفاء. انا اللي اسعدني في الفيديو ده انه هو مش عمل 4 مليون مشاهده، لا ان ال 4 مليون بيدعوا لي يعني كلها ادعيه ادعيه. فان شاء الله ربنا هيشفيني بحق الدعاء الادعيه اللي جات لي على الفيديو ده باذن الله. لما حضرتك بقى بالمثال ده بتشوف مثلا قريب ليك ابن اخ بقى ابن جار ايه قرايبك